وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، كما تشاهدون هنا النحل متجمع مع بعضه البعض مشكلا شكل عنقود. انظروا معي، هناك من يقول بأن هذه الظاهرة هي ظاهرة التطريد. لا إخواني الكرام، ليست تطريد. فالتطريد عندما تجد نحلة ترفرف بأجنحتها وبطنها متجه إلى داخل الخلية ورأسها متجه خارج الخلية، فهنا يعني التطريد، وتجد النحل متماسك مع بعضه البعض ومشكلا شكل عنقود. لكن إذا شاهدت النحل يرفرف بأجنحته ورأسه متجه إلى داخل الخلية وبطنه متجه إلى خارج الخلية، فهنا النحل يقوم بتهوية الخلية. هذه هي طريقة تهوية الخلية إخواني الكرام. فهناك من قال لي بأن سبب رفرفة النحل بأجنحته أمام باب الخلية هو للتهوية فقط. لا إخواني الكرام، انظروا معي كيف يكون للتهوية. والفيديوهات السابقة التي وضعتها كان النحل يرفرف بأجنحته، ولكن ليس بطنه كما تشاهدون، ليس بطنه يعني تقريبا مائل. انظروا معي، النحل هنا يرفرف بأجنحته لكن بطنه يكون مائل إلى الأسفل قليلا نوعا ما. انظروا معي، لكن الفيديوهات التي وضعتها من قبل لا يقوم بانحناء بطنه، يكون بطنه مستقيم، لكن هنا يكون بطنه منحني قليلا. وكذلك تجد النحل متماسك ومشكل شكل عنقود، فهذا النحل لا يلسع إخواني الكرام، لا يلسع. لا تقلق أنك تقول أنه سيلسع، لا يلسع إخواني الكرام. هناك من يقول بأنه طرد خرج. لا إخواني الكرام، الطرد عندما يخرج قلت لكم تجد النحل يرفرف بأجنحته وبطنه متجه إلى داخل الخلية ورأسه متجه خارج الخلية، ولكن هنا النحل يقوم بتهوية الخلية إخواني الكرام، ليس أنه يقوم بالتفريد. انظروا، لا يقوم باليسار. هذه هي الظاهرة عندما تشاهدونها إخواني الكرام، فلا تقلقوا. انظروا، انظروا كيف ترفرف وتظهر شيء أبيض في مؤخرة بطنها إخواني الكرام. هنا تخبر النحل بأن الخلية من هنا، يعني الدخول من هنا. انظروا كيف تقوم لكي يدخل النحل إخواني الكرام. انظروا كيف بدأ النحل يدخل. فهي تخبرهم بمكان الخلية. انظروا كيف نقصت الكثافة هنا، بدأ النحل يدخل. الدخول يعني الخلية باردة، هنا يعني الخلية باردة. وانظروا هذا الخنفساء إخواني الكرام ماذا يفعل. سأقوم بإسقاط هذه. هذه الظاهرة إخواني الكرام. إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من الشرح. من لدي سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة. دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة المحيط.